اتفضل سيادة النائب. احمد بيه، اهلا بحضرتك. شوف انا اقول لسيادتك حاجه. اتفضل. انا الموضوع ده بالنسبه لي يعني منقسم لثلاث اقسام. القسم الاول، انا الحقيقه كنت متوقع ان فخامه رئيس الدوله سوف يتدخل بالتوجيه نحو التاجيل، ومش التاجيل فقط. لا، هو زي ما كان استاذنا الجليل بهاء ابو شوقه بيتحدث في مسألة النظرة الشمولية للحل، نعم. ألا وهي تصفية القضية، شأنها شأن كل الملفات اللي احنا ايه لما بناخد قرار بمواجهتها بنخش فيها. الشهر العقاري وتسجيل العقارات في مصر لا تستطيع ان انت تتعامل معها بمعاملة ارتجالية بتعديل مادة او مادتين او الى اخر، ولكن في بعض الناس، ويمكن حضرتك هتقول الله الكلام ده يقوله اي حد غيركم، يعني ايه انتوا كنتوا نواب وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي اعددتوا هذه المساله، صح. ومثلا كان بهاء بيه رئيس اللجنه الدستوريه والتشريعيه، فانتوا جايين النهارده. هي القصه مش كده. وانا ممتاز فرصه ان انا اوضحها لمشاهدينك بمنتهى الشفافيه. انت في الدوله المصرية دولة قديمة، دولة كبيرة لها مؤسسات، معاك مجلس نواب، معاك سلطة تنفيذية ممثلة في حكومة، معاك مواطن، معاك إعلام، في وجهة نظر نحو مواجهة الإصلاح في ملف ما. فبيجي لك مثلا الوزير في حكومة وبيتقدم بتعديل مادة أو اتنين، بيحصل ديبيت، بيحصل مناقشة، بتاخد مجهود كبير جدا، واحيانا بيبقى فيه كمان ضغوط سياسيه من الحكومه ومن الكتل السياسيه ومن اصحاب وجهات النظر، وقد يكون احيانا من النواب، وقد يكون احيانا من الاعلام، وقد يكون احيانا من اصحاب المصلحه في التوجه نحو الناحيه دي من المواطنين نفسهم، يعني النقابات مثلا تيجي تقول لك لا انا عايز كذا وكذا وكذا، فانت بتخطو هذه الخطوه، بتقول والله طيب انا ابدا الايه، ابدا المشوار. وده مش عيب بالمناسبه. هو العيب ان انا ما اعملش حاجه خالص واريح نفوخي زي ما كانت الدنيا مرتاحه في ملفات كتير قوي، وتلاقي نفسك امام مواجهه، او ان انت حضرتك تصر على رغم ان يبقى في رفض او في تحفظ ان انت تقول لا انا مكمل. والحقيقه ده مش موجود على الساحه خالص. اديك انت شايفه اهو حزب الأغلبية امبارح نظر للمسألة، تنسيقية شباب الأحزاب، الحكومة نفسها، وجاء النهاردة بشكل حاسم فخامة الرئيس قال لك لا ما فيش وقت حتى للإيه، لأن الموضوع ده يتأجل، ومع التأجيل لابد أن يبقى فيه اللي عايز يسجل بنعمل له كذا وكذا وكذا لغاية ما ننظر للمسألة نظرة شمولية. ده في حد ذاته أنا بقول نجاح للمجلس السابق والمواطن المصري والإعلام المصري اللي أوجدوا، والحكومة طبعا اللي أوجدوا المواجهة للملف، ما حطوش رؤسهم في الرمال كالنعام، وقال لك أنا لا أنا هاخد بعضي وأخطو، لما جم يطبقوا حصل تحفظات وكمان كثيرة. للشعب اللي عبر والرئيس استجاب، وطبعا طبعا ده الشعب والرئيس هم، ما هي حالة حالة اتوجدت. المسألة الأخرى الحقيقة اللي عايز أتكلم حضرتك عنها برضو، إن على غرار ملف الشهر العقاري يأتي برضو مفاهيمنا في مسألة الحلحلة، وإحنا هنعمل حوار مجتمعي شكله عامل إزاي. أنا مش عايز أخش في تفاصيل فنية عشان الوقت، ولكن الـ 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 العقارات في مصر بتسجل في الوضع الحالي إما رضائي أو قضائي زي ما حضرتك أفرزت لها مساحة في برنامجك. هنا الرضائي ما عندناش فيها مشكلة، وهتبقى المشكلة قصة ايه ال 2.5% وال1% والكلام بتاع الفلوس. لكن التحدي الأكبر هو في التسجيل القضائي، وده الذي يمثل كم كبير جدا، لأن طالما تسلسل الملكية زاد عن 1 و2 ودخلنا في الثالث، أصبحت انت ما لا مفر لك غير ان انت تروح تعمل ايه، الصحة والنفاذ أو تثبيت الملكية. هنا أصبحت انت مقيد بالوقت الزمن، وبالتالي ما حدش يقدر في الحوار المستمع، وانا ادعوكم بهذا، انه يديلك افكار اكتر من المحامين المدنيين اللي بيشتغلوا الشغلانه دي. ما ده عليكم دور كمجلس نواب مع الحكومه، ان احنا سياده الرئيس النهارده توجيهكم كان واضحا باجراء
حوار مجتمعي، يعني إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وإعداد المشروع القانون اللي بيحقق هذا الأمر اللي هو التأجيل سنتين على الأقل. بشكرك يا سيادة النائب أحمد السجيني. هناخد نشوف الهاشتاج.